مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل الأصدقاء، أخوتي وحبابي، كنحييكم أينما كنتم. كيف العادة وكيف القاعدة، هذا محبكم وحبيبكم عمر أبو حفصة وزينب النحيلي. هاد خرجنا من الجامع أخوتي، صلينا وخرجنا من الجامع ودينا واحد شوية ديال الشيبة. أتي بالشيبة، ديني شوية الشيبة. حمزة أفاين أخوي، ما تجيش عندنا ولا؟ أنا ماشي. يلا مرحبا وما تعطاش أصاحبي خاي، تبارك الله خير بخير. الله يعزك الله يا خويا، الله يعزك، الله يحفظك، الله يفتح لك حمزة، الله يحفظك، الله يرحم ودنا حمزة، الله يفتح لك أخوي. فأهلا وسلم، والله إلا ميكنا واش هدي، ودابا إن شاء الله نوضي لا تهلا، كاين شي حل فولا. الله يسهل الأمور أخي، الله يسهل الأمور. مرحبا، أمشيو دابا خوتي على القوس سيبو شيبة، كيوجد لنا أتاي. سبحان الله، مشينا ودينا شوية ديال، صلينا ودينا شوية الشيبة. الله، ضروري من الصلاة، الصلاة من أقامها فقد أقام الدين. اللي ما صلاشي، يا راه الجواب راه واضح وباين، اللي ما كيصليش كيهدم الدين. ربي كيقول لنا في القرآن الكريم، ها، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام هو الدين، حيث ربي قال إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو الدين والدين هو الإسلام. كيف كيف لا بد من الصلاة. الصلاة كما يعلم كل المسلمين بأنها آخر وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، النبي في احتضار الموت ديالو، آخر الأنفاس ديالو، هو كيوصي الأمة ديالو على الصلاة، كيقول لهم الصلاة، كيقول لهم وكيقول لنا الأمة الإسلامية. إلا كنت يا أخي داخل حضارة الإسلام، راه النبي صلى الله عليه وسلم كيوجه لك هذا الكلام. رسول الله قال لنا الصلاة، 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 فأعادها ثلاثة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. دابا حنا صلينا ودابا ماشي نمشيو إن شاء الله ونشربوا أتاي بالشيبة. كتعرف الإيمان والإسلام. الله الله، مرحبا. هاد الصوني قديم وعندي هاد الصوني وعزيز عليا. السلام عليكم خويا يونس الحبيب، تبارك الله لخويي. واخويا يونس اللي حشومة كنت في الجامعة خويا، والله تنجاوب خويي، الله يحفظك. واخا يونس انا قلت الحسن خير، لقيتيني خرجت مع الدري صاحبي بيكالات اخا يونس، والله العظيم اخا يونس. الله صاحبي غادي دي الطوموبيل ديالك واش حماق. واخا يونس شوف شوف، واخا تمشيها في المركوب اخا يونس، فهمتي غاتمشي اخويا. واه تما اخا يونس كيبقاو بعاد شويه، شوف خليها تما، خليها تما وشوف شي واحد تما يوصلك ولا تتصل بهم ما يخدموا خدمتهم صافي. لا 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 صاحبي، لا ما نوصيكش اخا يونس، وخا يقولوا لك كذا ما كذا، انت عندك طوموبيل حانيه والطوموبيل ساويه الثمن. لا اخا يونس لا ما ديهاش، شوف دابا انت حدك حد البومبا تما خليها، كاين الخير موجود، ها سير تما يفتح الله، خلي طوموبيلك تما. انت فوق البومبا وصافي، تما تشوف هذاك الحارس ديال السيارات، راه واحد الصديق ديالنا راه تما، غتخليها له تما. الدوار السميه ديالو والله اخاي كتنسالي شي شويه، انا نصوني كان نصوني نقول لك فاش من دوار. اين هي خويا؟ الله اكبر، الله يحفظك اخي يونس، الله يحفظك، الله يحفظك الغزال، والله يفتح لك اخي يونس، الله يرحم لك الوالدين. مزيان سير اخويا، الله يحفظك، شويه وانا نقول لك الدوار، والله يتقبل. هنيئا لك، هنيئا لك، هادشي هذا ولا ديه معاك اخي يونس، قسما بالله ربي يحفظك. يلا تهلا تهلا
انا نصوني لك انا نصوني لك تهلا تهلا. الله الله نعم اخوتي مرحبا مرحبا مرحبا. انا فوقاش لدينا. الله يا ربي الله 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 يا ربي العالمين. اللهم بارك. انا اخوتي انا فوقاش لا انا قررت عند السي بوشيبا واحد البرادات اللي كيعملوا. اللهم بارك الله. وشوف سمعني راه الدراري خرج عندكم ما تخليهمش اصاحبي يجيب الطوموبيل ديالو تسمى راه يتقلق حسن. اوكي حسن انا مكارف في الطريق الله يهديك. اسمعني يا صاحبي شوف شوف اسمعني راه عنده الطوموبيله الروايط ديالها اراضينا صاحبي كضرب الحجر والحجر كيبقى يضرب في الطوموبيل الله يهديك. واسمعني 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 بركه المهضره صاحبي السيد راه خلي الطوموبيل ديالو في البومبه وشوف شي واحد يخرج عنده البومبه راه في البومبه دابا رقم كارفصه حسن. شو سميتو الدوار؟ شو سميتو الدوار؟ السلام عليكم. الله لا اله الا الله. زيد زيد حنا وصلنا عند سي بوشيبا اخوتي. الله 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 زيد زيد عندي الصباط فيه الكالات. اخا يونس شوف انت ملي توصل تما حدا البومبا تسول تما الناس ديال المنطقة تقول لهم واش الطوموبيل ديالي يمكن لي يمشي بها السي غماري. انا مشيت لا انا مشيت لو كان اخا يونس الطوموبيل ديالك ما نبغيش نتكرفص بكل صراحة فهمتي. ايوا انا نضرب معاك نيشان اخا يونس شوف وهاديك مضخمة هاديك شوف شي مول الموطور احسن لك. شوف بعدا سول سول الناس قول لهم كاين تما المنطقة والطريق. يلا تهلا تهلا. جبت الشيبة تهلا تهلا. الله يستر الامور حنا في الخدمة اخي. تبارك الله السي بوشيبا اهلا وسهلا. الله كان طيب انت كتوصلوا حنا في تهلا. الله هذا خوتي على غفلة بعيتي معنا بعدا وعلى غفلة خوتي على غفلة اسكت اصاحبي وعلى غفلة خوتي على غفلة وعلى غفلة وعلى غفلة. هذا الله يبارك جبت فيه من الجامع. الشيبة شو السي بوشيبا كتبقى على الشيبة ها بوشيبا هي مقصولة مسالية. الله اكبر صاحبي بسم الله طوك بليه عشوية لا عشوية العطاء باليمين واش ندير وخلي باش ندير واحد اخر واللايف باليمين ولا بالشمال؟ لا اللايف ماشي مشكل بالعطاء العطاء باليمين دايما العطاء والاخذ دايما باليمين حيت النبي صلى الله عليه وسلم دايما السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال كيعطي وياخذ باليمين. إذا كان تما شي قادورات شي أزبال الزبال راه نتوما عارفين يعني باش نهزو بالشمال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يبشر بشي واحد بأنه من أهل الجنة. النبي مع الصحابة جالس وقال لهم الآن سيطلع علينا رجل من أهل الجنة. فإذا به من يطلع والنبي خبر عليه بأنه جاي وشد ذاك النعل ديالو النعال ديالو ديالي ديك الصبط ديالو ولا ديك المسألة اللي كلبسها ديك النشاية ديالو شدها بالشمال. والنبي خبر به بأنه دابا يجي عندنا واحد من أهل الجنة وجاي وشد ذاك النعال ديالو في الشمال ماشي في اليمين. إن الصبط ديالك اللي تهزها ما تهزهاش باليمين هزها في الشمال. ناقص السي بوشيبا تهلاو فينا خويا تهلاو فينا تهلاو فينا خويا. الله الله انا درت الشيبه زيد. الله الله وشيبه حوايج طاجين ايوب طاجين اخي ايوب. الله الله ها شادير بيه هو سي بوشيبه دابا الصديق يتصل بيا كنا نمشي واحد الجامع وكذا تنعاونوا الناس وهادي وقدر الله ما شافها ولكن دابا انا كنقول فهمتي الظروف الله يهديك ولكن هادي حنا معاكم اصاحبي اولا الله هي غير الاولى زيدي اولا من الصاحبي ما تعاودش دابا قلب على شي رحله قلب على شي رحله مجهوده. انا كنتمنى خير نمشيو لبيت الله الحرام قسما بالله ما هي قادره ساهله مشيناكم انا مشي بيت الله الحرام شفنا شفنا انا مشينا بس شكون غيخلينا ندوزو ها شكون غيخلينا ندوزو ايوا صاحبي مشى صاحبي منين مشى داز على افريقيا ودابا كنسولو ما كيبغيش يجاوبنا بغينا ندوزو على الجزائر وتونس وليبيا ماشي الجزائر سي بوشيبا والله اعلم هي الطريق احسن طريق هي شوف الدنيا هانيه قسما بالله واش كون يخليك شكون شكون يخليك الوراق ديالك راه نشوف مسائل ديال الضبوطه ضروري نمشيو للسفاره ويعطيونا كذا ما كذا وهادي يخرج فينا شي سبع تما اش يخرج فينا حنا معنا الله اصاحبي الله يهديك الله يهديك السي بوشيبا حنا غادي في سبيل الله تفرموطه تفرموطه انت هاني قال لك تموت تما في الطريق ندفنوك تما سي بوشيبا تما نحفر ولا كندفنوك تما في الله
كبروا صاحبي قول الله اكبر. الله 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 تسمى سي بوشيبا في مكان اي بلاصه. الله الله اكبر. يا طويشي سيب قول اخويا شنو هاد الوصفات اللي عندي هنا تيجي في الطاطا وتلاقوا بعدا كيديروا اليوم كيضحكوا علينا صحابي. هذا شوف راه اليوم ما كتعدل الطاجين وسروله هو ما يعرفوش يعدلوا حتى حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. قالك الروتي اليوم يلا ناض شنو فيه ايوب الطويشي؟ فيه كلشي فيه كلشي. شنو اخويا شنو؟ جميع خويا فلفل الطاطا. قولوا لي كيفاش جاتكم العويفه ديالي؟ واعره ما ايوا ما تقولش انا ماشي كنخرج بلا تاع حاجه. انا مكلفه بالعافيه كنشعل العافيه وفهمتي ولا مكلف بالعافيه. اما المكلف عاد كطفيها ولا عاد كتزيد؟ لا كنشعلها سي بوشيبا بين الناس ولا بين اعوذ بالله. لا لا اعوذ بالله. والله سي بوشيبا كون صراحه والله المخزن اخاي حتى حنا في الخدمه ديال المخزن كيكون شي واحد يمدها بزيك كنمشيو نصلحوه قسما بالله يوميا تقريبا هذه الحمد لله قسما بالله الله غير الله العظيم. والله الا واحد السيد يعني في السلطه قلنا له هذا الكلام هذا قلنا له والله حنا راه معاكم حنا بحال اللي معاكم حتى حنا راه السلطه يعني كنخفوا عليهم ما سيبوش يجيبها وقسما بالله ما يوصلوش عندهم والله ما يوصل بالخصوص كاين شي حاجه في الحومه وهذه وهذا الشيء اللي كان قبل ها كان قبل كان كاين صاحبي راجل كبير راجل محترم ولكن الانسان ما خصوش يكون حقار سيبو شي بها حسين ولكن الانسان يكون حقار حسين ويسا الحقار مصور جنة مزيد سويت ساق الله صاحبي بس اش واحد مش اشرق واحد من وجهه واش عارف شي تصالح السيبو شي نهضروني جنة صح سويت ساق قبل لا بعد ذلك لن يخلص هذا الشيء شي زي هيدا ولا هدي هل نيكو عليه واش فهمتي واش واحد مفروع من وجهه لا حشوف اش نصو الحال نهضروني جنة مش نصو الحال هاد الباس الكامل هذي زعما كان مش حيد السيد وجهه يلا عارف شي نسالك عارف شي عندها العقوبة ديالها فهمتي واش سي بوشيبا يعني كيقوموا بالمصاريف ديال السيد كامله اش المصاريف خصو يصوب له يصوب له على الاقل التجميل وضروري يعوض له هذاك الشيء كامل اه شيء كامل اه ما كاينش لا حول ولا قوه الا بالله. الله يطوف بينا الله يطوف بينا يلا خوتي تبارك الله عليكم. ها سي بوشيبا شطان وفرحان بيا مسكين الله يلا فرحان بيا صاحبي فينك صاحبي فينك دابا كنتمنى من الله عز وجل يسهل فيه يخرجني شي خرجه نمشيو للصحراء ولا نمشيو بدا المغرب بعدا بلادنا بلادنا بعدا دابا نضربو في بلادنا بعدا غادي يفتح الله هاكا سي بوشيبا خرجني خرجني يا صاحبي انا بحال هاداك الكلفود انا ماشي ماشي عارف هاداك البير مشاو لي فلان مديني البحر اه ان شاء الله ها فلان يلا اخوتي السلام عليكم أزرق. استودعكم الله ولد الله صديق ودعاء السلام عليكم ورحمه الله ها ايوب كيضرب اتاي اتاي في الطاس للميكا ها انا عندي الكويز ديالي جايب الطويز الكاس يتهرس اللهم نجيبوه ياه اذا انت ذكي انا عندي الكاس اخاي الكويز ناضي وانا بقى يدخل من الشتا اصبر على ما كاينش الدخان اصاحبي فين هو الدخان؟ ما كاينش الدخان عين الناس حرقناهم اش سميتو ديال الما ديال الاتاي كيطلع اخويا السلام عليكم عائلتي عائلتي شكرا دخل 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 اصاحبي دخل لا اصاحبي عليك اي والله احسن عوانك اخي